أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل جامع امرأته على أنها انتهت من الحيض، وبعد ذلك تبين له أنها لم تنتهي بعد، فهل في هذه الحالة يكون عليه شيء؟ عليه كفارة، نعم الكفارة لا تسقط، يكون عليه كفارة بأن يتصدق بمثقال من الذهب أو نصفه أو ما يعادله من القيمة. نعم.